عيناها بن يمني والشعر ليال نجدية، تمشي كغزال ليبي والخد ورود شانية. من تونس حكت لها ثوبا وخيوط الثوب عراقية، والشال من الدار البيضة والهيئة تبدو خليجية. زارت وهران وقد وجدت بعمان خيولا مصرية، زارت وهران وقد وجدت بعمان خيولا مصرية. فمضت للأردن كي تحظى بقصيدة شعر نبطية، ودعت لله ودعت لله بأن يحمي ويصون القدس العربية.